انجليش الصف الثاني ترم الثاني يونت 8. اهلا بيكم في قناتنا قناه طيور الجنه التعليميه. ما تنسوش قبل ما نبدا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنبدا مع كونكت ويز ماث. كونكت ويز ماث، يلا نشوف الرياضيات جايبه لنا ايه النهارده. رقم 10 يعني 10. 10 طيب 20 يعني 20. 20 طيب من بعد 20 بنقول ايه؟ 21 يعني 21. 22 23 24 25 26 27 28 29 30. يلا بينا نشوف من اول 21. 21 بنقرا من على الشمال 21. محدش يقول لي 120، لا 21 22 23 24 25 26 27 28 28. الجي والاتش سايلنت مش بننطقهم اكنهم مش موجودين. 28 29 29 29 29 بعد 29 30 30 30 30. طيب بعد كده بعد 29 30 بعد 30 بنقول ايه؟ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 40 40. طب ده 50 50 50. بعد 50 بنقول 51 52 53 لحد ما نوصل 59 ونقول ايه؟ 60 60 60. بعد 60 بنقول 61 62 63 64 لحد ما نوصل 69 ونقول 70 70 70. طيب بعد 70 نقول 71 72 73 لحد ما نوصل 80 80 80 80. طيب 90 90 90. بعد 90 بنقول 91 92 93 94 95 لحد ما نوصل 99 ونقول 100 100 أو 100. لو قلنا على 100 صح، لو قلنا عليها 100 صح، نقول 100 100 يعني 100 100 يعني كام 100. 100. طيب يلا نكمل مع بعض ونشوف الباص ده نمبر كام. 43. برافو عليكم. It's bus number 43. It's bus number 43. كل اللي مطلوب منكم هيجيب لكم الجمله كده اتس باس نمبر ونقط نكتب 43 ونقراها مع بعض. اتس نمبر 43. اتس باس نمبر 43. طيب والولد ده لابس تيشيرت عليه رقم كام؟ برافو عليكم 20 20. نقول ايه بقى؟ اي ام نمبر 20، انا رقم 20 ان ماي تيم، يعني ده رقم 20 في الفريق بتاعه. طيب الكلمة صورة، الصورة دي صورة ايه؟ صورة ماني، فلوس. ماني ماني اسمها ايه؟ ماني. طيب ودي اسمها ايه؟ دي اسمها كوينز. كوينز يعني عملات فضية. كوينز كوينز اسمها ايه؟ كوينز. طيب ودي اسمها ايه؟ بيلز. بيلز يعني عملات ورقية، فلوس بس تكون ورق يعني اسمها
bills bills bills. طيب وده اسمه ايه؟ 1 pound 1 pound. جنيه واحد بس نقول عليه ايه؟ 1 pound. طب لو 10 جنيه نقول عليها ايه؟ 10 pound. برافو عليك. طب لو 20 20 pounds. طيب لو 30 30 pounds. طب لو 100 100 pound. شطار خالص. طيب دي اسمها ايه؟ clothes. clothes يعني ملابس. clothes clothes clothes. اول حاجه في الكلوزس اللي معانا النهارده اسمها تي شيرت. تي شيرت. تي شيرت يعني قميص. تي شيرت تي شيرت. طيب ودي اسمها ايه؟ اسمها شوز. شوز يعني حذاء. شوز شوز. طيب شوز دي مفرد ولا جمع؟ يعني بنقول عليها مفرد ولا جمع؟ الشوز دي عشان تبقوا عارفين دي جمع. ليه بقى جمع؟ عشان خاطر هي عندها رجلين فردتين. طالما هما فردتين نقول عليها شوز، يعني شوز دي تبقى جمع. لو شلنا الاس دي هتبقى شو، يعني فردة واحدة بس، فردة حذاء واحدة. شو شوز شوز. طيب ده اسمه جاكيت. جاكيت جاكيت. لو عايزين نسأل على سعر الجاكيت ده ونعرف هو بكام نسأل ونقول ايه؟ نقول how much. how much لما نيجي نسأل على سعر الجاكيت او سعر اي حاجة نقول عليها ايه؟ how much. how much is the jacket. how much is the jacket. سعر الجاكيت ده كام؟ مين يقول لي الرقم ده؟ برافو عليكم. 85. يبقى نقول ايه؟ that's 85 pounds. that's 85 pounds. بخمسة وتمانين ايه؟ جنيه. طيب دي اسمها ايه؟ اسمها سكيرت. سكيرت 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 يعني جيبة. لو عايزة نسأل على الجيبة على سعرها نقول ايه؟ how much is the skirt. how much is the skirt. سعر الجيبة دي كام؟ برافو عليكم. 50 pounds. يعني نقول that's 50 pounds. that's 50 pounds. طيب ده اسمه pants. pants على فكرة pants هي كمان جمع. هتقولي ليه يا مستر ما هي pants ده بنطلون واحد بس. هو بنطلون واحد بس بس عنده رجلين اهو، فردتين رجلين، يبقى pants ده جمع. عشان كده بنسأل عليه ونقول how much are. how much are مع انه بنطلون واحد بس بس بنقول عليه are عشان هو عنده رجلين. how much are the pants. how much are the pants. how much are the pants. برافو عليكم. that's 72 pounds. that's 72 pounds. طيب سؤال الهوم ورك للشطار بقى في البيت، how much are the shoes. سعر الحذاء ده كام؟ how much are the shoes. الشاطر اللي هيكتب لي الاجابه في التعليقات. شكرا لكم يا حبايبي، كنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية. متنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.